الإعلامي للبحث الجنائي. بداية سيد وليد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أختي. ما هي آخر المستجدات في موضوع الانفجار الذي حدث ظهر اليوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدث هذا الانفجار الغادر بعد على وقت صلاة الظهر جمعة لهذا اليوم. خلال اللحظات الأولى لعملية الانفجار انتقلت كل الدوريات الخاصة سواء من قسم التحرير العام وكذلك مركز البركة وأيضا دوريات من البحث الجنائي تواجدوا في نفس المكان. تم تطوير المكان بالكامل وأيضا تم معاينة مسرح الجريمة بالكامل. نتج عن هذا الانفجار ما يقارب عن 8 جرحى وأيضا استشهاد أحد الأشخاص من الجنسية الشادية. الآن تحقيقات قائمة بين قبل أقسام تابعة لمديرية الأمن بنغازي وخلال اليوم أو يوم الغد سوف يتم الكشف عن نتائج التحقيق. وأيضا منذ ساعات ما يقارب عن ساعتين كان اجتماع طاري للسيد مدير الأمن كما برسائل الأقسام والمراكز التابعة لمديرية الأمن بنغازي لوقوف عن هذه الجريمة التي حدثت ظهر هذا اليوم، ومباشرة سيد مدير شخصيا بشكل مباشر إجراءات التحقيق في هذا التفجير. طبعا إلى الآن لا يوجد أي مثلا دعنا نقول كإجراءات أمنية داخل مدينة بنغازي. بكل تأكيد هناك كاميرات قمتم بتركيبها، هل منطقة الماجور يوجد بها كاميرات؟ ألو سيد وليد، سيد وليد العرفي هل تستمع إلي؟ أنا أسمع لك، كرر السؤال معلش. سألتك هل تم تركيب مجموعة من الكاميرات داخل مدينة بنغازي الفترة الماضية؟ بكل تأكيد، هل منطقة الماجوري ضمن هذه المناطق التي تم تركيب كاميرات بها؟ طبعا تكلمنا كرارا ومرارا بخصوص الكاميرات، العدد لا يزال ضعيف جدا. لدينا العرض الآن على رئاسة الحكومة مباشرة تركيب هذه الكاميرات. نحن قمنا بتركيب 40 كاميرا الآن تعمل بالكامل داخل هذه المدينة، وأيضا عن طريق مجلس رجال الأعمال في فترة سابقة ذكرنا وصرحنا لكم في قناتكم بأن تبرعوا ما قيمة 100 كاميرا. العمل قائم بها هذه الآن، ولكن التي داخل العمل أو التي تعمل الأربعين كاميرا الآن تعمل داخل مدينة بنغازي. نعلم أن المدينة حدودها كبيرة مترامية الأطراف، يصعب علينا مراقبتها بأربعين كاميرا فقط. نحن فرضنا إجراءات خلال الفترة الماضية الإجبار أصحاب المحلات سواء والممتلكات الخاصة والعامة سواء من الشركات التجارية المملوكة للدولة أو المملوكة للأشخاص وأيضا المحلات التجارية التي تعمل في هذه المناطق بإجبار بتركيب كاميرات داخل هذه المناطق. وأيضا أصبحت ذو جدوى في بعض القضايا، على سبيل المثال آخر قضية تم اكتشافها عن طريق وحدة التحريات التابعة لبحث الجنائي وكان بيضة ضد مجهول سرقة منزل تم تعرف بالكاميرا عن طريق هذه الكاميرا. نحن ندعو كل أصحاب المحلات التي على في المناطق بمساعدة رجال الأمن بتركيب انصياع لأوامر مديرية الأمن من أجل تركيب هذه الكاميرات. أشكرك وليد العرفي مدير المكتب الإعلامي لجهاز البحث الجنائي، شكرا جزيلا لك.